إن أعذرنا إلى أبي طالب فإنا لم نعذر إلى محمد نفسه. فهل حدثتموه؟ هل ناظرتموه ليسمعنا ما نكره؟ إن محمدا لم يحمل علينا سيفا، إنما يدعو الناس بكلامه، وأنتم والله أهل الفصاحة. فإن علم الناس أنكم ناظرتموه فأفحمتموه انفضوا عنه، فإن علموا غير ذلك إذا لا تلوموا إلا أنفسكم. من لها إذا؟ لا لا ورب الكعبة، أنا أصغركم، لا أتقدم على ذوي الأسنان. بعد الذي سمعنا منك اليوم علمنا أن الرجل ليس بسنه ولا بماله، ولكن بعقله ورأيه ولسانه. وأنت يا عمر، ما جعلتك قريش سفيرها والمنافر عنها إلا لأنها شهدت لك بالرأي والعقل. أقلني يا أبا الوليد، والله لا أفعل، وفينا أنت وسهيل بن عمرو خطيب قريش وأبو عبد شمس أسن القوم. فأبو عبد شمس، عصبوها برأس أبيك؟ لا أدري أيه خير أم شر. يا أهل مكة، يا سادة قريش، يا أهل مكة، استمعوا لي. أشهدكم يا أهل مكة أني عتقت سالما هذا وجعلته ولدي، فهو منذ اليوم سالم بن أبي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، يرثني وأرث. هنيئا لسالم. أحرى بالعبد أن يغتبط لعبد آخر نال حريته. لا أحسده إن كنت تعني هذا. بلى أحسده، وما أعتقه حتى جعله ولده ينسب إليه ويرثه. لأنه عبد من العرب، ونحن من نحن، عبودية وسواد. إن كان رب قد خلق فلماذا يخلقنا سودا وبيضا؟ تكره لونك يا وحشي؟ ألا تكرهه أنت؟ إن كرهته كرهت نفسي، وأنا أكرهه من أجل نفسي، وكيف لا أكرهه والقوم يزرونني به؟ ولو كنت مثلهم لاختلف الأمر. بل أنت الآن مثلهم يا وحشي، مثلهم. ألست تنظر إلى لونك بعيونهم؟ وإن كنت عبدا لهم فإنهم الله عبيد أهوائهم وأغراضهم، فلا يرون الحق ولا يهتدون سبيلا. هذا كلام غريب على سمعي. ولقد رأيتني اليوم واقفا على رؤوس السادة، ولا أرى رجلا فيهم وأخف مني روحا وأطلق فؤاده. كنت ترميني بالأوهام. ما تقول في الكلام الذي سمعناه اليوم من قريش؟ أي كلام؟ ويحك، لك أذن كأذانهم ولا تسمع؟ ما أنصت إلا حين جاء أبو حذيفة بسالم وأشهد على عتقه. تقف هناك ولا تسمع؟ علمني سيدي إذا كنت في مجالسهم ألا أسمع ولا أرى، فليس شأنهم من شأني إلا أن أؤمر فأطيع. بلى، أعرف أنهم كانوا في حديث محمد ودينه. وما رأيك؟ رأيي بماذا؟ أتسخر مني يا ابن حمامة؟ أن يكون لعبد مثلي رأي فيما يهم قريش؟ هنا مكان الرأي، وهنا إنما يرى الإنسان لنفسه أولا. الإنسان حين تكتمل لي تلك الصفة. وما همني أنا من أمر محمد؟ لن تعرف حتى تسأل وتستقصي. لا أحتاج إلى ذلك كي أعرف رأيي. إذن فلك رأي. رأيي أنه لا يعنيني دين محمد أكثر مما يعنيني دين قريش. هذا أمر يخصهم ولا شأن لمثلي به. ويحك،
ولكن محمدا لم يبعث لقريش وحدها، بل لم يبعث للعرب وحدهم، إنما بعث للناس كافة، العربي والأعجمي والأسود والأبيض. كيف عرفت هذا كله يا ابن حمامة؟ لو كنت تستمع للناس استماعي إليهم لعرفت مثلي. قلت للناس كافة، للحر والعبد. أتراني لو أمنت لمحمد غدا يحررني من الرق؟ لو انصت لكلام قريش حقا لعلمت أنها تجتهد في كفه وعداوته، وهو أوسطهم نسبا وأحسنهم خلقا، فهل تنتظر أن تجيبه إلى عتقك لو أمرهم به؟ إن كان هو الحق فلا شرط عليه، إنما يطلب الحق لذاته ولا يسام بالثمن العاجل، بل ربما أوذي الإنسان فيه حتى يظهر على غيره، فيلقى كل امرئ حسابه بالعدل والقسط. أحقا أنك سمعت هذا كله من الناس؟ فقط؟ أنت ابن أبي قحافة، وقد كنا نحسبك من خيارنا حتى كنت أول من لحق بمذمم، وما اكتفيت بنفسك حتى أفسدت من أفسدت، سحقا لك. وأنت يا رويعي الغنم، أغرك أنك صرت مقدماً إلى ما كنت فيه؟ إلا أنك لن تجد فينا رجلاً يأتمنك على غنمه بعد حتى تموت جوعاً، ولكلب يسوق الغنم خير منك ومن أطرابك. وأبشر، وأبشر بعذاب قريب منا، ولنرى إن كان هذا أو غيره يستطيع أن يدفع عنك، إذ ليس لك عشيرة تمنعك، فلبئس جار القوم أنت. سلاما سلاما، لا نبتغي الجاهلين. أبشروا أبشروا بهذا. صدق رسول الله، إنه والله لأبي جهل. عجبت كيف أن الله يدفع عن نبيه، يسبون مذمما وهو محمد رسول الله. والله لقد هممت بأن أسبه ولو كان موتي. قد نهينا عن هذا، وإنما بعث رسول الله هاديا ومبشرا ونذيرا بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم مرجعهم إلى الله. وأنت يا ابن مسعود، أحفظ الناس للقرآن، كيف يفوتك قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق الله ورسوله، والله لكأني أسمع الساعة. خالي أهلا ومرحبا. لا أهلا ولا مرحبا، أما نهيتك؟ أما نهيتك يا ابن حنتمة؟ عما نهيتني؟ على ألا تخالف رأيي أمام الناس؟ أما رأيت عتبة بن ربيعة يعظم رأيك ويغمز برأيي؟ أم أردت أن يقال عمر أحسن رأيا وأوفى عقلا من خالد؟ ألهذا جئت الساعة؟ أنصت يا أبا الحكم. لماذا لا تدعوني أبا جهل كما يدعوني محمد وأصحابه؟ ألا نجتمع كي نتشاور؟ فمشورة إلا أن يدلي كل برأيه ثم يتواطأ القوم على واحد منها، فإن لم يكن فليستبد كل برأيه، ثم لا يجتمع الناس على شيء، وهي لمن غلب. هي والله كذلك لمن غلب. إذن لا يتخاطب الناس إلا بالسيوف، ولا يبيت المغلوب إلا وهو يمكر بالغالب. لا يا أبا الحكم، لا أكتم رأيي لكي ترضى،
وأنا على عداوة محمد ومخالفة دينه، ولكن هذا اللغط كأنكما تشتجران. اسأل ولدك هذا، كأنك لم تعلمه توقير الكبير، ولا سيما من كان في أرحامه. أهلا 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 ومرحبا، تفضلوا تفضلوا. أهلا أهلا، يا مرحبا. أهلا أهلا وسهلا. يا سهلة، هذا أبوك وأخوك أبو جندل مع أبي وأخي، اخرجي إليهم. لما لم تخبرني قبل الناس وأنا أبوك وهذا حموك أبو يزيد؟ لماذا لم تستشر رأيي؟ رأيت الكراهة في وجهك وكلامك ذلك النهار حين رأيتني وسالم نأكل من إناء واحد. ولا تأبه لما أكره. أتمنى أن تحب ما أحب ومن أحب. وإن لم أفعل أجتهد في إرضائك ما وسعني ذلك. أما إذا استبان لي الخير والحق فأحزم أمري وأفعله. أبتي، كيف أصبحت يا عمه؟ وأنت، هل رضيتي بما فعل زوجك مع سالم؟ كيف لا أرضى وهو عندي بمنزلة الولد؟ وما كنت لأخالف عن أمر زوجي وأن كنت كارهة، ولا كنت يا أبتي أول من يؤنبني. سالم. سيدي. أدني. اجلس. أعطي حجتك أيها الفتى. اعلم يا سالم أني لم أكن راغبا فيما صنع لك أبو حذيفة، ولكن أما وقد فعل وأشهد عليه الناس فقد صرت من أهل بيتي، فما يصيبك أو يعيبك فهو يصيبنا ويعيبنا في أعينهم، ونحن على مذهب القوم وما تعرفوه. فالزم أباك أبا حذيفة وكن له كما كان لك. والله لا أفارقه ما حييت، ولأجعلن نفسي فداءه. قد علمت أنك أرجح الناس عقلا يا أبتي وأوفاهم ذمة. لا حاجة بك إلى تملقي ونفاقي، فأنت ولدي، ولو كنت تلزمني كما أحب لمهدت لك تمهيدا حتى تكون رئيس القوم بعدي. كما قلت لك يا أبتي، لا أراني ميسرا لهذا، وهذا أخي الوليد هو أجدر وأصلح. اتني بشربة ماء يا سالم. هذه لخالد. بل قصر بصرك. ورضيت ببصري وحكمي في الأولى التي كانت لك، فلما صارت عليك اتهمت بصري. لم تشأ أن يقال سبق عمر خالد المرتين وهو ابن عمك ومخزومي مثلك، فأقررت بالأولى وجحت بالثانية. ما أنت بالحاكم الذي نرضى حكومته. لئن كان ابن عمي ومن قومي فأنا خالك وصاحبك وخليلك وصفيك. كنت حتى حكمت الآن لابن عمك. رضا الناس غاية لا تدرك يا عياش. اي والله، وأشقى الناس من رضي أن يكون حكما بين الناس. وأنت ما تقول؟ أينا السابق في هذه؟ الذي راهنت سلمة عليه. إذن أنا. راهنت عليه وساء ظنك بي. وها أنا قد كسبت مرتين. مرتين؟ راهنت عليك الأولى ولم تخيبني. قسم بيننا سوء الظن، فأنا في الأولى وأنت في الثانية. لما لا تقول قسمت بينكما حسن الظن، فكان لعمر في الأولى وكان لك في الثانية. وأصاب لنفسه في المرتين، وإن عمرو بن العاص لذو حظ. تكلتك أمك، ما كان حظا، ولكني نظرت إلى جواد عمر إذ فرغا من الشوط الأول
فوجدته قد تعرق تعرقا شديدا لم يتعرق مثله جواد خالد، فعلمت أنه قد أفرغ جهده وأن الثانية ستكون عليه. إذن فقد قصر الجواد للفارس. الجواد على شرط فارسه، فلا تكابر يا عمر. أليس هذا حمزة بن عبد المطلب؟ بلى والله إنه هو، قد خرج للقنص على عادته. ألا نصحبه ونقلص معه؟ بعد الذي كان بيننا وبين هاشم؟ لم يدخل حمزة في دين محمد، أما نحن فقد أغنانا شيوخنا عن الخوض في هذا الأمر. إلا عمر فقد تصدر وأغنى عن شيوخ عدي. وإنه والله لفارس لا يشق له غبار. من قريش في ثوبك ومظهرك. أنتما صباح. أنت صباحا. إلى أين يا عبد الله؟ في بعض شأني. ولك شأن تكتمه عني؟ ليس بالشأن الذي أكتمه أو أبوح به. ألا تخرج مع أبيك وأخيك إلى نادي القوم؟ أم أنك ترغب عن مجلس أبيك؟ لا أرغب فيه ولا أرغب عنه. إن كانت صحبتي وصحبة غيري سيانة عندك فليكن مجلسي. لكل طائر مشربه. ومشربي لا يعجبك؟ يا أبتي لا طاقة لي بجدالك. أفكلما حدثتك قلت لا طاقة لي؟ ما الذي تفعلونه في مجلسكم غير الخوض في أمر محمد وأصحابه؟ وتسميه خوضا؟ أفلا تدري ما أحدث فينا؟ قل يا أبتي ما أحدث فيكم؟ عابديننا وأصنامنا. وأنتم أغير على آلهتكم ودينكم منها على نفسها؟ ألستم تذهبون إليها كلما حز بكم أمر فتتضرعون إليها وتسألونها العون وتستقسمون عندها بأزلامكم؟ هل نفعل أم لا نفعل؟ وتنحرون عندها لترضى عنكم وتفيض عليكم، فهي أجدر أن تدفع عن نفسها وعنكم. ذروا محمدا لها فهي كفيلة به، إلا أن تكونوا في شك من قدرتها. أخرج عقق، لا حاجة لي بك. انظر إليك، ألم تجد هنداما خيرا من هذا وتخرج به إلى الناس؟ ما عساهم يقولون فينا؟ لا بأس يا أبتي، قد عرف الناس عطاءك في الغريب فلا يتهمونك في القريب، وإن فعلوا كذبهم مظهر أخي أبي جندل. ألا تخرج معي يا أبا جندل؟ أبا جندل، بل تخرج أنت معي. لا أدري ما ألم بذلك الفتى، لا أراه يطيعني وقد أطاعني بنو عامر بن لؤي جميعا. كيف تخرجان من صلب رجل واحد ثم تختلفان كل هذا الاختلاف؟ أي اختلاف يا أبتي؟ جرأته وتأدبك. ما علمت قبل اليوم أن الجرأة والتأدب ضدان؟ أليس الجبن نقيض الجرأة والصفاقة نقيض التأدب؟ فما الذي قصدته من هذه المعاني في التمييز بيني وبين أخي؟ أم قصدتها جميعا؟ أوف، من أين جاءت كل هذه الفصاحة لولدي اليوم؟ من أبينا سهيل بن عمرو خطيب قريش. وإن كانت الفصاحة قد أعجزتك اليوم عن الرد على عبد الله، أيكما أولى بأن يدفع عن الآخر، أنتم أم آلهتكم وأصنامكم؟ ندافع عنها لتدافع عنا. لعله ذلك. يا معشر قريش، ها قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. فأنت يا أبا عبد الشمس، أنت ناظرت محمدا وسمعت منه، فقل وأقم لنا رأيا نقول به. لا لا لا، قولوا أنتم فأسمع. نقول كاهن. لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بقول الكاهن ولا سجعه؟ فنقول مجنون.
ما هو بمجنون؟ لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخفقته ولا صرعته ولا وسوسته؟ شاعر إذن؟ ما هو بشاعر؟ لقد عرفنا الشعر كله، هزجه ورجزه وقريضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ نقول ساحر. هو ساحر. ما هو بساحر؟ لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم؟ فما نقول يا أبا عبد شمس؟ والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجناء. وما أنتم بقائلين شيئا من هذا إلا عرف أنه باطل. فهل نخرج إلى العرب ونصف لهم حلاوة ما يقول محمد ثم نأمرهم أن يكذبوا به؟ ما هذا يا أبا عبد شمس؟ إن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر. ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه. قولوا هل أصاب رأيي؟ أعني ما وجدت خيرا من السحر نرويه به عند العرب، إنه والله لا يفرق بين المرء وأبيه وأخيه وزوجه بالسحر بياني، فيؤمن به هذا ويكفر به هذا فيفترقان على ذلك. لعله كما قلت يا أبتي، وقد أجمع القوم على رأيك. قد سألت يا أبتي ووالله لا أكذبك. عجبت يا أبتي، كيف يستقيم في نفسك الشيء وضده؟ ألست أنت من وصف القرآن أجمل وصف وأحسنه؟ والله لو سئل رجل من أصحاب محمد فيه ما زاد على ما قلت، فكيف تشير على الناس بعد ذلك أن يقولوا هو سحر يفترى؟ أين الافتراء يا أبتي؟ أمسك لسانك أيها الوليد، ما زدت على أن وصفت أباك بالافتراء. بل رجوت أن يبرأ منها. بلى أطاعه القوم، ولكن على علم منهم أنه باطل بشهادة أبي نفسه، ولسوف يأخذونها عليه وإن عملوا برأيه. فليس من شيم العرب أن يكذب شريفهم. أما وفود العرب إلى الموسم فليسمعن من محمد مثل ما سمع أبي، وليجدن فيه ما وجد أبي، فهم أهل الفصاحة ولهم عقول وأسماع وأفئدة كالتي لنا. عندئذ يدركون أن ما نرمي به محمداً باطل وافتراء وظلم، وهم يعافون هذه القبائح ويهجون بها. بلى، والتي ما عدوت الحق أيها الوليد، ولقد وجدتني في حيرة ولجاجة. فأشر علينا أنت، ما تقول فيه للناس؟ بما نتهمه عندهم؟ والله لا أصدق ما أسمع. قولوا للناس ما تقولون لأنفسكم. إذن نكون قد أعنا محمدا على أنفسنا. فإن لم تقولوا صدقا فأمسكوا. إذن فإن خير ما نفعل أن نحول بينه وبين الناس ما وسعنا ذلك. ما أطلق لسانه الساعة وقد كان قبل الآن ضعيف اليد واللسان. لا تقل في أخيك شرا يا خالد، ألأنه ليس لأمك؟ إنه ولدي، ولدي وعدلك عندي، فلا يغرنك من نفسك أنك أقوى منه وأنك صاحب قبة قريش وخيلها وأعنتها. وقد ساد العرب رجلان، رجل بسيفه ورجل بحلمه ولينه.
قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. ما هذا؟ ما هذا؟ ويلي منك يا أبا حذيفة، ويلك وويل أمك وويل أبيك. هذا ما ظننت أني أموت ولا أراه. ماذا أقول للناس إذا علموا به؟ أي ناس يا أبتاه؟ أخشى الناس والله أحق أن أخشاه. أربك يأمرك أن تعق أباك؟ بل يأمرني ببره ما عشت أبدا، وقرن ذلك بتوحيده وهو أصل الإسلام، فقال: وقضى ربك. اطل آية يا سالم، فأنت أحفظ مني القرآن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بل إن أحدنا لمأمور ببر أبويه حتى لو أقام على الشرك وجاهد ولدهما عليه، لا يطيعهما في الشرك ويحفظ صحبتهما بالمعروف. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. قد تقدم عليك هذا الذي كان عبدك في حفظ قرآنكم والعلم بدينكم. ألهذا رأيته يقودك في صلاتكم؟ نعم يا أبتي، وإنها لهبة وهبه الله إياها. لا يسمع الآية من رسول الله حتى يحفظها، فهو يعيننا على الحفظ ويؤمني في الصلاة ولا ضير. قد فسدت الأرض ومن عليها، بل أفسدها محمد. يرفع الوضيع ويحط الرفيع، بل يرفع الجميع على صعيد واحد، لا يتفاضلون إلا بالتقوى. والتقوى ها هنا، لا يعلمها ولا يزنها إلا الله. إن كان كما تقول يأمر ببر الأبوين، هذا برك بأبيك؟ تعصي أمري وتصمت؟ بل البر ما أدعوك إليه يا أبتي. والله لا أفعل. ولا تقول قريش صبأ عتبة وفارق قومه. والآن وقد أطلت جدالي، وأنا أحلف عليك إلا عدت إلى دين أبيك وقومك. تحلف علي؟ بما يا أبتي؟ باللات والعزة؟ بأصنام تصنعونها؟ فإذا تم لكم صنعها سجدتم لها، فأصبح المصنوع عندكم صانعا والمختلق بأيديكم خالقا. هذا خير أم الله الواحد القهار الذي خلق الناس وأمرهم أن يعبدوه ويتخلقوا بمثاله؟ ارحموا كما تحبون أن يرحمكم الله، اعدلوا كما يعدل الله فيكم، أحسنوا كما يحسن الله إليكم، أعطوا كما تحبون أن يعطيكم الله، تفضلوا كما تفضل الله عليكم، كونوا أمة واحدة كما الله رب واحد. أهذا خير أم أرباب متفرقة على مثال فرقتكم، وأوثان صنعتموها على مثال صوركم وأغراضكم؟ فمنذ متى انقلبت الموازين فصار الرجل يصنع ربه؟ ما الذي يجري هنا؟ ما جاء خادمك يطلب حضورنا إلا لأمر جلل؟ قل لهم يا أبا حذيفة، قل لزوج أختك أبي سفيان، قل لحموك أبي يزيد، قل لأختك. ويلك، ماذا أحدثت؟ وهل من حدث في أيامنا هذه إلا ما أحدث محمد؟ صبأ ولدك؟ وقد فعلت؟ وقد فعلت؟ قبحك الله وقبح ما طلع علينا هذا النهار به. أي عار؟ أي عار؟ اضربوا النكع العقوق وادعوا عليه فتيان عبد شمس يؤذونه ويحبسونه حتى يرجع، وإلا لحقنا منه عار الأبد. اجمعي متاعك واخرجي معي، لا تبقين في ذمته وقد صبأ. أنا على دينه يا أبتي،
فلا أفارقه ولا أفارق ديني. يا للسوء، يا للسوء، قبحكما الله من زوجين، أبو عبد شمس وأنا نسوم الناس على ترك محمد، وقومنا يعتمون بنا، ثم يخرج العدو من بيوتنا ومن أصلابنا. ما الذي بقي لنا من الرأي والحكم بين الناس؟ يقولون أصلحوا بيوتكم أولا. فإن قالوا فقد صدقوا، وما زلتم تتذامرون على محمد فتقدمون ثم تحجمون، فابدأوا بما عندكم يعذركم الناس. الناس الناس، أنا أدعوكم إلى الحق وأنتم تدعونني إلى الناس. الحق، الحق ما وجدنا عليه الناس وما وجد الناس عليه أباءهم. أيها خير، حي يختار لنفسه ويأخذ من يومه لغده ويمهد لمن أمامه، أم حي يحتكم إلى أمواته ويأخذ من يومه لماضيه؟ وإن قلتم الناس فأي ناس؟ ألا ترون أصحاب محمد يزيدون؟ أليسوا من الناس؟ فكيف بكم إذا أصبحتم يوما وقد أظهر الله دينهم؟ وإنه والله لكائن ودخلت فيه كثرة الناس هذه، فما عساكم تقولون كان باطلا في أول أمره وصار حقا في آخره؟ أبهذا يعرف الحق؟ وإن وقع ذلك وأنتم أحياء سبقكم الناس وتأخرتم، فأين تصير منازلكم منهم عندئذ؟ وإنكم الآن لتعادون النبي خوفا على منازلكم، فإن شئتم أن تحفظوها فاستبقوا إلى الإسلام لتكون منازلكم فيه كمنازلكم في الجاهلية. كمنزل هذا؟ ولربما أدنى، وكيف وقد سبق إلى الإسلام؟ ما أحرانا إذن أن نشتد في عداوة محمد وأن نحول بينه وبين الناس حتى لا يكثر حوله، وإن كان فالسيف. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. لا أطيق أكثر من هذا، لا أطيق. يا أبا سفيان، ألا تجلس فتسمع مني؟ بل أكرم سمعي. وأنت أبا يزيد، وأنت يا أخي، شيخنا يخشى قومه بعد أن سودوه، أما أنت ففتى ما يزال قلبه غضا. أبونا لا يفارق قومه وأنا لا أفارق أبي. وإن كان يدعوك إلى عذاب السعير. السعير؟ لا أفهم هذه الألفاظ، النار، الجنة، جهنم. لولا أن يتشفى بنا الخصوم لصرعتك، ولكنني أنتظر حتى يقضي بك أبي. معاشر العرب، قد علمتم الله أننا أهل الحرم وحفظته، ما أرادنا أحد بسوء إلا قسمه الله ورد كيده في نحره. وما خبر الفيل عنكم ببعيد؟ وقد ظهر بيننا هذا الرجل الذي تسامعتم بخبره، يزعم أنه على شيء وما هو كذلك، يريد أن يقطع أرحامنا ويسفه آباءنا ويعيب آلهتنا، وما نراه إلا اتبعه أراذلنا وسفهاؤنا. أقول هذا فيه وهو منا، منا معشر قريش. لقد كنت أولى الناس أن أستر عيبه عند وفود العرب للرحم الذي بيننا، لولا أنه أحدث أمراً وأظهره ثم دعا إليه وجهر به. ولقد علمت أنني لو لم أعبه لكم لعبتمون به، ولو لم أضع إليكم منه لحملتمون وزره وجريرته، فصار حقاً علينا أن نخلص لكم بالنصيحة كما أخلصنا لكم في حفظ هذا البيت. وقد تشاورنا في هذا الأمر قبل مقدمكم، فوجدنا أنفسنا
بين أن تستر عليه ظناً برحمه فينا أو نحذر العرب من سحره وفتونه، فاخترنا خيركم على خيره وإن كان منا. يا أهل الحلم، نشدتكم حرمة هذا المكان أن تنصفوا. لو كان ما جاء به خيراً، أفما كنا أولى الناس باتباعه ونحن أهله وعشيرته؟ أفكنا نؤثر به الناس دوننا وهو يقول اتبعوني تنطع لكم رؤوس العرب؟ ونحن نقول قد عرفت العرب حقنا وقدرنا، فما حاجتنا إلى قتالهم؟ ألا إنه لساحر يريد أن يفرق بين المرء وأهله وبين الرجل وماله؟ فإن كنا قد أبينا عليه، فما يليق بنا أن نرضى للعرب ما كرهنا نحن من صاحبنا؟ العدل يأبى والمروءة تأبى، فاجتنبوه كما اجتنبناه وانبذوه كما نبذناه، تسلموا من سحره ويتم لكم حجكم وتعودوا إلى أهلكم راشدين. وكما قال أبو يزيد، أنا عم محمد، بل هو مذمم، وكنت أولى الناس بمنعه والذب عنه، ولكن المروءة تأبى. ما كنت لأكتم عنكم شهادة الحق، فهي أمانة أبي عبد المطلب، وهو من علمتم ومن سارت بمآثره الركبان، ولقد كنت أحبه، يعني محمد مذمما، بل زوجت ولدي ابنتي. فلما ظهر منه ذلك البهتان خلعته وتبرأت منه وجعلت ولدي يطلقان ابنتي. نعم كنت أحبه، ولكني أحب ديني أكثر وأحب هذه القرية أكثر، وإني أشهدكم أنه كذاب، فاحذروه واعتزلوه، لا يضركم بسحره. هذه شهادة عمه، وما يبقى وراء ذلك؟ قطعت جاهزة قول كل خطيبه. أو قد خذلتك قدماك أيها العاجز حتى ترجع عني؟ حسبك يا أبتي، لماذا تقرعني وهذا أخي عبد الله أبى أن يصحبك البتة؟ أما هذا فقد يئست منه، فما كان عليك لو صبرت معي حتى أفرغ فتتعلم مني فنون القول؟ قد يكون اللسان أمضى من السنان. حاولت يا أبتي، أما والله قد حاولت لأرضيك فضاق صدري، وقد لا يتشابه الناس حتى الوالد والولد. من شابه أباه فما ظلم، وإذا لم أشبهك فأنا الظالم؟ ما يضحكك أنت؟ ما خرج معك أبو جندل إلا كارها، فلا تحمل ولدك على ما يكره، فيكون ذا وجهين، يبطن شيئا ويظهر غيره. قل له يا أبا جندل، أفصح ولا تخف، قل له ما كنت تقول لي. أنا لم أقل شيئا. أنا أقول لعلك يا أبتي قد رجعت اليوم وقد أعجبتك نفسك لما بلغت عن محمد بلسانك، وإنك والله لأفصح قريش، ولكن الفصاحة إما أن تكون حجة لصاحبها أو حجة عليه، كالسيف القاطع، تدفع به ظلما أو توقع به ظلما، وذاك هو الظلم يا أبتي، لا أن يختلف عنك ولدك. وقد علمت أن ما قلته اليوم في محمد لا يوافق الحق والحقيقة. عي اللسان مع الصدق خير من فصاحته مع الباطل. إنك لا تدفع عن محمد دفع واحد من أصحابه. هل جلست إليه يا عبد الله؟ أم استمعت إلى ذلك الصابئ الآبق المارق صهرك أبي حذيفة بن عتبة وأختك سهلة؟ إن فعلت لتكونن أول من يعلم، ولم أبالي. فمن أين تأتي بمثل هذا الكلام؟ منكم، منك أنت. ما عقلنا عليكم إلا وأنتم تقولون محمد الأمين أبر الناس وأرحمهم وأصدقهم، ثم لم نصبح يوما إلا وأنتم تقولون ساحر كذاب. فإن صدقناكم اليوم فقد كذبناكم البارحة. تصدقوننا اليوم والبارحة؟ لا يجتمعان.